حلاوة الحليب بالعسل تكفي 4 أشخاص. المقادير: لتر أو 4 أكواب حليب، 3 ملاعق طعام نشاء الذرة، ملعقة طعام مسكة، ملعقة طعام سكر، ملعقتا طعام فستق مبشور للزينة، عسل حسب الرغبة للزينة. طريقة التحضير: نخلط النشاء مع 100 ميلي أو نصف كوب من الحليب ونحرك حتى نتأكد من ذوبان النشاء. نضع المسكة والسكر في هاون ونهرس المسكة جيدا حتى تصبح ناعمة. نسخن الحليب دون أن يغلي ثم نضيف له المسكة مع التحريك. نضيف الحليب والنشاء مع التحريك المستمر على نار خفيفة لمدة 5 دقائق. نسكب حلاوة الحليب في أوان فردية ونضعها في البراد لمدة 2 ساعة حتى تبرد. نزين حلاوة الحليب بالعسل والفستق المبروش ونقدمها.